إنما هو من أجل دعم العملية السياسية ودعم المسيرة الديمقراطية والوقوف إلى جانب العراق في مواجهة للإرهاب الذي بدت امتداداته تخرج إلى خارج العراق فتضرب في السعودية وتضرب في الجزائر وفي المغرب وربما في مناطق أخرى. نحن نريد أن تكون القضية العراقية ومعاناة العراقيين فرصة لإيجاد إجماع دولي وإجماع عربي على محاربة الأفكار المنحرفة والإرهابيين والذين يريدون مصادرة كل معالم الحضارة والتقدم. Okay, let's go. Yeah. 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 Yeah.